حقيقة أثيوبيا الآن بتعمل على اتجاه المساومة الكبرى. باعتبار أنه أثيوبيا الآن خلافة مع السودان في نقطتين، في الأراضي الزراعية في الفشقة وخلافة مع سد النهضة. فهي أنا أتوقع الخطوة الجاية في اللحظات الحرجة والأخيرة أنها تصل لشكل بتاع مساومة أو ابتزاز للسودان، أنه في واحدة من الملفات يتم التنازلات لصالح دولة أثيوبيا. وده بيأكدوا أنه التصعيد المتزامن، يعني في وقت بتهدى قضية الفشقة بنلقى تم تصعيد سد النهضة، وقت تهدى قضية سد النهضة تم نلقى تم تصعيد الفشقة. كأنه هو برأيك أنه دي نوع من المراوغة؟ يعني قضية الشريط الحدودي نفسها بكل الاعترافات الدولية والاتفاقيات السابقة، أثيوبيا الآن تحرك قضية الشريط الحدودي، هي نعم هي سد النهضة؟ هي نوع من كروت الضغط هي نوع من كروت الضغط، هي نوع من شكل المساومات اللي حتطلع بها في النهاية سياسة. نعم. النهاية سياسة. ما هو أصلا لا يعقل أنه قضية حدود تم باحتراف أثيوبيا إنها بتبعيات للسودان وأراضي زراعية تابعة للسودان بكل الاتفاقيات وبكل التصريحات بكل فجأة يتم نقضها، وإنه لا يعقل سد زي سد النهضة يسيطر على المجرى الرئيسي للنيل أو الرافد الرئيسي للنيل هو النيل الأزرق. باعتبار أنه الآن السودان يطالب أثيوبيا بتقديم معلومات حول منظومة السد نفسها، ودي أبسط شيء يمكن أطلبه. مقصود بمنظومة السد إنه توقيت ملء السد وكيفية ملء السد وتوقيت فتح وقفل بوابات السد وكمية المياه المتدفقة من البوابات باتجاه السودان خلال الساعة وخلال اليوم، اللي على ضوءها يتم المختصين في الشأن السوداني في وزارة الري وفي السدود يقوموا يعملوا حساباتهم. باعتبارنا هذه حتى